السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هانيه؟ كيف ما ديما خوتي، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. كنصور لكم هنايا من البيت. كوثر ماشي في المورال ديالها، كوثر ماشي هي هذيك. غادي نقول لكم علاش، ولكن اول حاجه انا غادي نبدا بهذا الفيديو، غادي نحاول انه ما يكونش طويل، ما غاديش نفوت لكم فيه بزاف. غادي اول حاجه غادي دعم من كل قلبي، وربي شاهد عليا، حيت ربي اخوتي هما اللي كيعول لي عالم شنو في القلب ديالي وشنو في القلب ديالك انت وشنو في القلب الاخر. ربي اللي كيعلم شنو في قلوبنا. غادي ندعم، ماشي غادي نقول مع ولدنا ريان، غادي نقول انا مع ولدي ريان. يا ربي الحبيب تفرجها عليه، يا ربي الحبيب تعاونه. خوتي واخا غادي نحلف ليكم ما غاديش تيقوني، ولكن ربي اللي عالم اشنو كاين واشنو واقع، والناس اللي كيعرفوني راه غادي تيقوا بيا، ما غاديش يكذبوني. البارح انني علاش لحت الفيديو ديال الكاطو، بالرغم انني والبارح ما لحتش ليكم، والبارح ملي لحت داك الفيديو كان عندي مسجل، اقسم بالله الا كان عندي داك الفيديو هذاك مسجل اللي لحتو ليكم البارح، ما عرفتش انا هاد الناس هادو اللي كيبارطاجيو الاخبار الكاذبه. انا كنت عرفت بان ريان لحد الان باقي ما تصاب، ما غاديش يلوح انا فيديو. انا شفت فيديوهات، واكدوا لي نتوما هاد الهضره، قولوا لي كوثر سيري الله ينعلك عليك راكي كذابه. علاش الناس كتكتبوا في العناوين اصحاب القنوات اللي كتبغيو تطلعوا قنواتكم يعني على الاخبار الكاذبه الاخبار المزيفه، ومنهم انا اللي ثقت بكم، علاش كديروا في العناوين بان ريان راه لقيناه، ريان خرج سالم؟ انا ملي شفت داك لي تيتغ وما كانش عندي الوقت، كنت كنخدم لي كوموند حيت خاصني نكملهم لماليهم، شفت داك لي تيتغ فرحت، اقسم بالله الا فرحت من كل قلبي. حتى كنرجع كنلقى بان الوليد باقي لحد الان، ريان ولدنا وولدكم وولدي باقي ما خرجش، باقي ما خرجش. علاش كتبارطاجيو هاد الاخبار الكاذبه هادي؟ حشومه عليكم، والله حتى حشومه عليكم. زعما كتبغيو تطلعوا القنوات زعما وها انت ها هو هذا الوليد خرج مسكين، ومن بعد شادير في قناتك عاوتاني الكذوب؟ حشومه كتخليو الناس فرحتونا. مي كنشوفوا داك العناوين واقسم بالله اخوتي تفرحت، شحال من قناه كاتبه وراه رايا الحمد لله خرج بخير الحمد لله. ملي كتكليكي انا ما كليكيتش، انا شفت غير لي زيماج، قلت الحمد لله اللهم لك الحمد، الحمد لله ربي نجاه. وتا دابا باقا كندعي من كل قلبي، من كل قلبي كنقول يا ربي الحبيب تنجي ريان، يا ربي الحبيب تنجيه كما نجيتي سيدنا يوسف وخرجته هو من البير. يا ربي الحبيب، يا ربي يا ربي يا ربي يا رب. وانا عارفه المغاربه كلهم كيدعوا معاه، الامهات كلهم كيدعوا معاه، الدول العربيه كلهم كدعوا معاه، الكور هنايا في فرنسا بخصوص ما بينوها في الاخبار تاع عندنا حنايا، يعني كلشي كيدعى مع هاد الوليد هذا انه يخرج، وكلشي جاتو من المعجزات انه يدوز 48 ساعه هو باقي حي. ما قديتش نكمل انا داك اللقطه ملي كانوا كيتصوروه بالكاميرا، هو مسكين كيرمش وعنده شي خبيشات هكا في وجهه وكيفركلو ملي كيهبطوا ليه الماكله، ما كنتش كنقدر نكمل لو لايف والله اخوتي، بحكم جوج حوايج ما كنتش كنقدر نكملو، المشاعر ديال الام، مشاعر ديال الام، وحاجه وحده اخرى كتختكم اقسم بالله الا كتغارقه في الكوزينه ومع الخدمه، والله العظيم الا كتغارقه، يعني ما كنتش كنكمل حتى لدرجه باش ملي شفت داك العناوين باش نكليك على الفيديو ونسمع، والله ما سمعت، وشفت غير شفت غير لو تيتر، غير لو تيتر مع التصويره، قلت الحمد لله نكمل بعدك عليا هاد الروينه. وكتعرفوا الناس اللي كيخدموا الحلويات والمعسلات كتعرفوا الروينه اللي كتبقى من بعد الشباكيه والروينه اللي كتبقى من بعد الحلويات. دونك ما فكرتش انني، والبارح لحت الفيديو قلت انا الوليد راه خرج سالم غانم، والبارح ما لحتش الفيديو، يعني عقلنا بالنا كنا مع ريان. اقسم بالله العلي العظيم وربي احسن مني ومنكم، الا كنهضر مع ماما كتقول لي انا في 3 الصباح رانا فايقه، 8 الصباح رانا فايقه، كان دابا وساعه كندخل له لايف كنقول يا ربي الحبيب يكون جبدو، كندعي قاتلك من كل قلبي، وحنايا كندعوا. واش اخوتي حنايا ما فيناش نقطه الاسلام؟ واش حنا ما فيناش نقطه ديال الرحمه ان هذا الوليد باقي حي وما غاديش يبقى فينا؟ حيت شفتكم البارح اخوتي
يعني قلت لي كوثر وانت اللي حتي الفيديو كوثر وانت كيهمك غير الفلوس كوثر وانت كيهمك غير اليوتيوب كوثر واش اخوتي واش انا ما فياش الانسانيه حتى لهاد الدرجه. بكيت اقسم بالله بكيت. عندي فيديوهات ديال الكاطو مسجلين وما غنحطهمش. بكيت قلت واش انا زعما خايبه الناس شافوني خايبه لهاد الدرجه هذه. يعني انا ما فياش نقطه الاسلام ونقطه الرحمه حتى لهاد الدرجه ان هاد الولد هذا ما غاديش يبقى فيا. راه غير من حالتي يعني راه غادي يبان. ولكن احنا كندعوا من كل قلبنا من كل قلبنا كندعوا مع هاد الوليد هذا انه ربي ينجيه وربي يحفظه ويرجعه سالم غانم لميمته. غير مع ثلاثه الربعه كنت باقا كنشوفوا باقي دايرين داك القوادس يعني وكيحاولوا انه يجبدوا. كنتمنى هاد الساعه اللي كنصور لكم يكون خرج وكنتمنى الساعه اللي لواحد لا فيديو يكون خرج. راه كندعى اقسم بالله اخوتي راه كندعى معاه من كل قلبي حيت قلت لكم ما غادي تحس بيا غير الام اللي كتكون والده وعندها وليدات. ومن غير الام اي الاخت الاب العمه الخاله واخا كاع ما يكونوش عندهم الولاد يعني كيحسوا بداك. غير جارتك تكون بنت صغيره عندها 12 عام غادي تحس بداك الاحساس ان كتخيل النعاس كيهرب ليا في الليل. ولقيت نفس المشكل عند ماما قسما بالله قالت لي ثلاثه انا باقا فايقه كنحل وكنقلب في اللايفات واش امضره ياك ما تجبد امضره داك الوليد. عقلنا وبالنا والناس هنايا في فرنسا الكوار كيدعوا معاك يقول لك زعما معجزه من عند الله انه يطيح في البير 80 متر ولا 70 متر ديال الغرق وانه باقي عايش. هذه راه معجزه ربانيه ونتمنى ونسيدي ربي الحبيب هذاك غير ملائكه من ملائكه الجنه. ربي غادي يحضيه وربي غادي يحميه ونتمنى وربي غادي يخرجوا لميمته ويخرجوا للشعب المغربي سالم غانم. حنا خوتي يعني حتى لما درتش فيديو عرفتوا علاش لانها حساسه بزاف اقسم بالله اخوتي حساسه بزاف. داكشي انا اللي تخوفت منه طحت فيه. بزاف الناس داروا فيديوهات بزاف الناس يعني داروا لايفات على كيهضروا على هاد الوليد رايان ولدي وولدكم وولد الشعب المغربي وولد الشعب العربي كامل وولد الشعب الامه الاسلاميه كامله. باش ما تقولوش كوثر وانت درتي فيديو باش تطلعي المشاهده وكوثر هضرتي لنا دابا المشكل اللي خافت منه طحت فيه اقسم. سمحوا لي المشكل اللي طحت منه ان اللي خفت منه انني طحت فيه. ما بغيتش ندير فيديو لحت لكم ديال الكاطو باش ما تقولوش كوثر ما فيا. البارح كنلاح لكم فيديو والبارح ما لحتش على هادشي نقول لكم والوليد مسكين بقى فينا وريان وطاطا كما كنقول لكم دابا. ولكن قلت لا الا مشيت درت شي فيديو دابا والنفسيه ديالي خايبه وباقا ماشي هي هذيك وغادي تقولوا اه كوثر شوف ما دغيا دغيا لقات الفرصه دغيا لقات المناسبه انها تمشي تهضر على ريان دغيا بغيتي تطلعي المشاهده دغيا بغيتي الفلوس وانتي ما شبعتيش. هادشي اللي كنلقى ماشي كلكم. احتراماتي 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 الناس اللي دخلوا معايا جداد شكرا لكم والناس اللي زابوني ديالي احتراماتي لكم وسمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي يعني ما كنهضرش على كلشي. البعض اللي كيدخل وكيخلي داك لي كومونتيرات انا ما بقيتش كنمسحهم. يعني بغيتي اختي كتبي شي حاجه زوينه جزاك الله خير ما بغيتيش اختي ما تكتبي شي حاجه خايبه جزاك الله خير. يعني راك كتنقصي من السيئات ديالي. اش غادي نقول لك انا كنخلي باش الناس يشوفوا باش ملي كنهضر لكم على شي كومونتير يعني باش الناس يتيقوني ما يقولوش كوثر راه كتكذب كوثر راه باغا ديرك وباغا انا اختي ما باغا بوس ما باغا حتى شي حاجه. انا واحد الانسانه كيف ما عرفتوني خدامه وكنخدم من داري وخدامه بدراعي وخدامه حلالا طيبا كنتعب فيهم. راه داك الفلوس اخوتي انا حرقه يدي عليهم شي هاد الفلوس اللي كتقولوا لي انت انت ما درتيش وانت على هادشي ما بغيتش ندير فيديو على الوليد ريان باش ما تقولوش كوثر راها دايره. ما كتشوفوش كوثر كتشوفوا كوثر ملي كتكون بالكوراج ديالها كوثر كتعطيكم طاقة إيجابية كوثر كتوريكم كل شيء كتحاول أننا نزيد براسي للقدام. أنا كنبارطاجي معاكم شي حاجة اللي زوينة تنتوما اللي غادي تستفدوا بها تنتوما اللي غادي تفرحوا بها يا الناس اللي كتخدم يا الناس اللي ما كتخدمش. ولكن
بعض الاحيان انكم كتجرحوا الانسان بالعاني، ماشي كلكم، انا استسمح ماشي كلكم، ولكن وحدين ما شايفينكش انت التماره اللي كتضربي على هذاك الكوموند اللي الناس كيقول لك اه انت جيعانه وانت باغا وانت باغا، ما شايفينش انت شحال كتجري باش تكملي داك لا كوموند، ما شايفينش شحال كتبقاي واقفه في الفران. انا وريتكم انتم يدي شوطتهم هنايا بجوج بيهم، هادو ما كيشوفوهم ما كتشوفوهمش، كتشوفو غير ربع وتلا ربحتهم ربحتهم حلالا طيبا، ما حطيتي يدي في جيب حتى واحد وما خون حتى واحد وما كندير شي حاجه اللي كنتخلص عليها حلالا طيبا، حيت كنتعب فيهم كنحرق يدي عليهم، دخلي اللاطه خرجي اللاطه، صوري بارطاجي مع الناس هادشي كامل باش نعطيكم واحد الطاقه ايجابيه. انا ماشي طالعه، انا اقسم بالله داك الولد راه ماشي، راه ولدي قلت لكم في الاول، انا ما نقولوش راه ولد فلانه ولا، بالخصوص انه قريب للمنطقه ديالي، انا راه قريبه للشاون، بيننا وبين الشاون غير 50 كيلومتر ولا 40 كيلومتر بيننا وبين الشاون. دونك انا من نهار اللي سمعنا هذا الخبر وحنا قلبا وقالبا مع هذا الوليد هذا، وكنتداعوا معاه من كل قلبنا عليها، ما بغيتش عباد الله نحط الفيديو، ما بغيتش نحط لكم الفيديو ديالو باش ما تقولوش كوثر تابع الفلوس، باش ما تقولوش كوثر ها الموضوع فاش دخلت لكم الحلوه، وانا طالعه نهضر على ريان، باش ما تقولوش كوثر ما فيهاش حس الرحمه، كوثر ما هضراتش على ريان، حيت كنت هضرت على ريان في الاول قبل ما نلقى داك الكم الهائل ديال الكومونتيرات ديال البارح، غتقولوها طماعه وكدير الفلوس ولقات الفرصه دغيا باش تمشي تهضر على ريان، وانا راه قلبي راه ربي اللي عالم به، وقلب المغاربه ربي اللي عالم به، من داك جاي داك الملائكه، حيت واحد يبقى 48 ساعه تخيلوا بوحدو، كنتخيلوا كي ما فهمتش، كتخيلي الام كتخيل على ولادها كلشي، كتخيلي الخايب كتقول له كنولي كي داير مسكين دابا بوحدو، كي داير في الليل وكي كيكون حالته في الليل، وخايف ومرعوب، واش كيبكي واش جيعان، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نتمنى اخوتي، نتمنى هاد الساعه قبل ما يتلاح لكم هاد لا فيديو يكون ريان خرج، نتمنى يخرج سالم غير من المغاربه ولميمتو كثر ولعائلته، الله يفاجئها عليكم والله يفاجئها عليه، الله يفاجئها عليه يا ربي في هذا النهار. انا كنقدم لكم الاعتذار ديالي الى غلط، ولكن انا راه تبعت تصاور كنشوف بان ريان راه خرج سالم، سي بوغ سا كملت في لي كوموند ديالي وما حليتش باش نشوف فعلا ريان واش خرج، حيت كنت غارقه 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 حتى راسي. نتمنى اخوتي تقبلوا لي على هذا الفيديو، ما غادي نقول لكم ديروا جيم، ما غادي نقول لكم اشتركوا، ما غادي نقول لكم حتى شي حاجه، الا غلط سامحوا لي، ولكن انا راه بررت لكم الغلط ديالي، ما بغيتش نهضر عليه هو البارح ما نحت حتى شي فيديو، باش ما تقولوش كوثر اه دغيا لقات الفرصه انها تهضر على ريان، كوثر دغيا مشات ديريكت سمعات المشكل مشات تهضر عليه، كيف ما داروا قنوات وحدين اخرين ومشاو حتى لتما كيصوروا يوتيوبر ذات ويوتيوبر ولاد، مشاو حتى لتما كيصوروا كيطلعوا في القناه ديالهم، بالرغم بان في داك اللحظه ما كنفكروش في القناه، ما كنفكروش في الفلوس، كتشوفي الموت قدامك، كتشوفي واحد الملائكه، كتشوفي واحد الطفل بريء انه جالس في الظلمه بوحدو، انه كيبكي ما كتعرفيش شنو الشعور ديالو في داك اللحظه هذيك. نتمنى اقسم بالله نتمنى من كل قلبي قبل ما يتلى هذا الفيديو هذا يكون ريان خرج، يا ربي الحبيب تستجب لي وتستجب دعوات المغاربه في هذا النهار هذا. غادي نقول لكم السلام عليكم وسمحوا لي بزاف، ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله.